حياكم الله يا جماعة الخير بمقطع جديد من لعبة أنا جدا جدا متحمس أجربها معاكم بالقناة يعني، وأيضا لما لا نخليها سلسلة مستمرة ننزل عنها حلقات أكثر وأكثر ونستمتع فيها. كمية تفاصيل والأكشن مو طبيعية يا جماعة الخير، أيضا عندنا ترجمة عربية فل اللعبة مدبلجة عربية والقوائم وكل شيء مثل ما شايفين هنا. فأبي يا جماعة الخير دعمكم على هذا المقطع بأكبر زر لايك عندكم عشان هذه السلسلة تكمل يا جماعة، هذه يعتمد عليكم والله. ليتس جو يا جماعة الخير، خلينا نصمم الآن الشخصية لأني جدا متحمس صراحة أسوي شخصية أحلامي بهذه اللعبة. فشوف عندنا شخصيات كثيرة مرة يا جماعة، انت الواحد يعني الواحد يختار ايش يختار بالتحديد والله. فرح نختار شخصية رجل على الاقل، خلينا نشيل البنات على جنب الان شويتين. اتوقع شبابني رح اروح مع هذه الشخصية كذا، احس وجهه كذا مناسب جدا لعالم السحر وهذه الامور. فليتس جو نحاول نقربها شويتين من اللي احنا يعجبنا يعني نوعا ما، تمام؟ فعندنا هذا الوجه بالنسبة لهذه الشخصية. اكشف انا هذا الوجه عاجبني جدا فرح اسوي هذا الوجه الان. بدينا نحط له نظارة ايضا، اتوقع بلبسوا النظارات يا جماعة، خليه يشبه هاري بوتر اكثر واكثر يعني، فاهمين علي يا جماعة الخير؟ فلون البشرة كذا نخليه خلينا نشوف لون البشرة كيف يكون. ممكن اتوقع اني بخلي لون البشرة بخلي كذا شويتين فاتح، هذا جدا ممتاز. ليتس جو نشوف ايش عندنا بالنسبة لتسريحة الشعر، اوكي حلو كثير. لون الشعر ايضا بيتغير يا جماعة الخير، نايس كلام جميل جدا والله، بس احس اني ببقى مع لون كذا يكون شويتين مو اشقر فل ولكن كذا يكون، هذا اللون جدا حلو صراحة. ولكن ايش نخلي التسريحة؟ هنا راح نحتار كثير جدا احس يا جماعة الخير، يا ساتر شوف التسريحات اللي عندنا. صراحة خيارات مرة كثيرة في وسط الميدان هنا، فالواحد يحتار ايش يختار يعني. شباب معكم هاري بوتر. والله احس تدرون ايش شباب، هذا انسب شيء، والله اني احس ذا انسب شيء حرفيا ما في منازع. هذا ايش هذا بالتحديد؟ هذه الكدمات اللي على الوجه. اوه نايس والله كفو. هاي تعطيك واحدة على الانف بس انا ما اشوفها وينها؟ مخباية تحت هنا اتوقع. ولكن اوه ماي جاد هذه شوف محلاها. والله انه هذه اسطورية والله. واحد احس بحظي، خلاص انا قررت بحظي. طبعا عندنا ذي بس بوريكم اياهم على السريع كمان، وعندنا ذي يا جماعة الخير بس احس هذه مو زيادة يعني، هذه تحس كأنه في حركة اسطورية. فليتس جو ننتقل إلى فقرة العيون الآن. لون العيون، اها نبي لون العيون يكون أزرق مثل ذا، هذا اللون جدا اسطوري شباب احس. فشباب أظن أنه شخصيتنا صارت شيئا فشيئا جاهزة تماما الآن، يا ساتر. مستوى الصعوبة اللي تواجهك خليه عادي يا جماعة، احنا مناوب شويتين يعني، فما بالك أحطه صعب نجلد على طول. راح نحط اسمي بالعادة راح اسمي نفسي مستر كذا، مستر مامكالو، اوكي مستر مامكالو تمام، احس اسمي محمود مامكالو، مستر مامكالو. بدء الرحله، بسم الله الرحمن الرحيم. فلننطلق في هذا العالم المجهول، عالم تعليم السحر والشعوذة وهذه الامور. مثل ما قلت لكم انا داخل الان في السنه الخامسه بالنسبه لدراستي الى هذه المدرسه اللي راح تعلمني السحر يعني تمام. اوكي هذا الاستاذ تبعي يا جماعه اسمه استاذ فيج، هو راح يعلمني كل شيء. اوكي شباب الان منتقلين الى قلعه هوغوارت، اسم القلعه هوغوارت على اسم اللعبه هوغوارت ليجاسي يعني فاهمين يعني. فننتقل الى هذه القلعه اللي هي هناك، راح اتعلم كل اساسيات السحر وهذه الامور. ورب شباب اللعبه اسطوريه بكل معنى الكلام يا ولد، ايش دي اللعبه الفرق. اي وات، انا متحمس احصل على المكنسه اللي عندي اوريكم العالم المفتوح كم انه كبير جدا وعملاق يا جماعه، والله شيء اسطوري. اوكي شباب الان طالب مني اني الحقه علشان نكتشف المكان مع بعض يعني. فليتس جو يا جماعه الخير، انا اللي فهمته انه انتقلنا هنا عن طريق الخطا يعني، ما كان لازم ننتقل هنا بالبدايه بس ما علينا يعني. اوكي مشينا الان، طيب انا الان جاي وراك ما عليك الان. سلام عليكم بالعالم المفتوح بالعالم الضخم، هلا والله. وين نحن الان؟ يا ساتر ايش ذا المكان. يلا يلا مشينا مشينا شباب، راح نلقي نظره حول المكان. اركض يا حبيبي اركض. يلا يا رب يا كريم، ما شاء الله يا الجرافيك يا جماعة الخير، انريل انجن 4، اي نعم تخيلوا معنا مو 5، انريل انجن 4، من 2018 اللعبة تحت قيد التطوير يعني، فهذه معلومة على السريع. هي وين وصلنا؟ شباب شوف ايش راح يسوي الان، راح يسوي السحر عشان يفك الباب اتوقع. اوه العصا السحرية شباب. اوه انا كذاب، لا يا ولد. اه كذا اما اوكي كذا كذا اوكي تمام تمام انا. شباب شايفين عصايتي الان؟ ليتس جو يا مدير. اوه ماي جاد كفو، هلا والله. اول حركة سحرية لي يا شباب، ليتس جو. والله انبسطت والله، ما ادري عنكم بس ايزي يعني. اوه ها 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 ول 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 بل 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 يا ساتر. وها وها اوه بدينا نكسر هذا الجبل، نايس والله والله شباب بديت شوف شوف. وها وها كسر هذا وها. علمني على الحركة الان ما يمديني اكتفي شباب، يخرب بيت الجرافيك ما احلاه. احلى شيء لما يكون معاك شغلة لا نهائية. لا نهائية شباب، بديك تسويها متى ما تبي. اوكي لازم وين نطير الان؟ ايش نسوي؟ وين؟ بالاعلى، ها هنا بالاعلى هنا. يلا ليتس جو يمدينا نطلع. اوه كفو يتسلق دايم، نايس ون. وه وه ما في شيء ناخذه من هنا اكسرهم؟ ما في والله. اوكي شباب يقول اقتربنا جدا، هو المكان امامنا صار. اوه ماي جاد فين راح نروح؟ لا تقول لي الان راح تسوي لنا تحويذة الان. ثبت نفسك يقول لك الان ايش راح يسوي؟ الله كفو. يلا اي راح يصلحها. الله 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 شباب دايم يا ولد دايم.
كفو 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 حركات يا عمي. ايش هذا؟ بال 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 بال. والله أسطورة والله. ايش دي القدرات الخارقة يا معلم فيج يا أستاذ فيج؟ والله تعبانين باسمك يا أستاذ فيج الآن، بس يلا ما علينا. اوكي تقريبا وصلنا شباب. من هنا أتوقع رح ننتقل لمكان آخر، ولا ما جينا هنا أصلا؟ هذه كمان على الماشي الآن، كل هذول. يلا وخر أنت ويا وخر. طيب إلك ابحث بالأرجاء على شيء ممكن يساعدنا الآن علشان نحاول نرجع يعني، تمام؟ أنا اللي أتوقع اللي حيساعدنا هو، طيب أنت شو رأيك الآن تجي معاي الآن؟ أتوقع من ورا، إذا أنا كنت فاهمها صح شباب لازم من هنا. بعدين نطلع من هنا. ياب من هنا، ليش ما جالس يلحقني الاستاذ فيج؟ ما ادري والله عنه. هذا الان انا وصلت. حجر بلوري المسحور مره اخرى، لكن ما الذي يحجبه شباب؟ فيج تعال هنا اوه هذا هي المكتبه هنا. وين وين البروفيسور؟ جاء جاء بروفيسور، تعال تعال تعال. ولد تعال استكشف معي ايش دي. ندخل يلا مشينا. تعال نستكشف ايش ده شباب، تعال نستكشف يا جماعه ايش هذا. لا كان البصيص الامل تبعنا طار الان. قلب لا جودريك. وي وصلنا بالداخل. هذا الراس مو مطمني ابدا، شايفين كانه في راس هنا بالاعلى والله. في حد نايم والله. اوه هلو هلو هي ولد جوبلن جوبلن. او ماي جاد ايش ده يا شباب؟ يا ساتر من هذا؟ صباح الخير حبيبي هلا والله. لا يمكن لك الان شباب هذا ما اخذنا على صندوق سري، يقول لك صندوق رقم 12 مدري ايه. نحن يب يب معانا الصندوق نحن الان هنا. شوف اكذب وامشي يا ولد، والله ما ندري اي صندوق الان. الله 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 ايش ده يا ساتر. هذا وين بيودينا؟ والله ما ادري وين فين بنروح شباب، بس يلا ما عليه مشينا الان. اللي ما يبي يفقد يده يخليها داخل العربية لك الان، تمام بس هذه بسرعة تروح ولا خفيفة ولا ايش يعني؟ طمنا الان. اوه ماي جاد يا ولد الاجواء من داخل الكهف بل بل بل. اعوذ بالله. هي هي والله سريعة. يا شباب هذا اوه ماي جاد شوف كيف تلف هذه. يا ساتر كم هذه غميقة من جد والله غميقة. ايش ده؟ واخيرا وصلنا والله طول الطريق من جد طول. وقف عندك لك شوف الشرطه شباب الان في كشفيات الان. 12 ابلع. On your way let's go. يلا روح روح. اوف هذا ليش يناظر كذا يا جماعه؟ هذا والله انا مرتعب والله. لا تخاف يا عزيزي لا تخاف. انا بس ابي اعرف الخزنه 12 ايش هي بالتحديد، لان صراحه شباب جاني فضول مو طبيعي افهم ايش الخزنه 12. مشينا الخزنه 12 واخيرا. يقول لك ما حد زار الفولت 12 الين اليوم هذا يعني الان، ما حد زاره من قبل ابدا. ايش ده؟ هذه هي شباب الخزنه السريه الان. يا ترى ايش في هذه الخزنه يا ترى؟ هذه هي الخزنه السريه الان؟ والله احسها فاضيه. بسم الله شباب ليتس جو نستكشف، انا بركض الان. طيب الخزنه اوه في بوابه. اوه ماي جاد ضحك علينا شباب، يقول لك راح اسكر الباب، ما لي ماني علاقه فيكم الان. اللي يبي يدخل هذه الغرفه تتسكر عليه وما ينفتح ابدا. جي جي والله بروفيسور. كان غير متوقع والله جي جي والله. شوف شوف هذا الباب هذا هذا. There must be something here. Revelio perhaps. Revelio ايش Revelio؟ تعويذة الكشف. اه Revelio ريبيريو كان التصليح، Revelio تعويذة هذا. اوه وات؟ هنا؟ ايش ده؟ طيب كذا. بعدين هنا. كمل 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 كمل. كمل 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 كمل. اوكي نايس تعلمت شباب تعويذة اسمها ريفيليو. ريفيليو يا شباب. اوكي القاء التعويذة. حادي بادي كرومبي زبادي ليتس جو ريفيليو. هناك انا شفت شيء هناك بالريفيليو تبعي. اوكي ليتس جو شباب. يقول لك اخترب المكان بعدين سويها الان. يلا بسم الله ريفيليو. هلا والله ايش في؟ اي باب والله باب كفو. هذا الرمز مرة ثانية يلحقنا. اي والله من جد والله. طيب ايش نسوي؟ كمان واحدة ريفيليو؟ ريفيليو واحدة ما في. اوكي طب انا بمين صار معي ريفيليو؟ اجرب اكسر الباب. ها 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 وها. اه هنا استكشاف. انا وين رايح كنت الان؟ شباب بالاخير طلعت لازم اجي هنا بس. يقدر ام الغباء والله. لوموس ايوه عشان يضوي ضوي يعني لوموس. الزبدة شباب لازم الان نحاول نعثر على طريق الخروج، اوكي؟ فانا بحاول اشغل ريفيليو الان. ما في شيء بالريفيليو شباب. عجبني الاسم بزياده والله صلاتكم في ادري والله يا جماعه. ما علينا استحملوا لي شباب. وين المكان الان؟ والله ما ادري فين رايحين الان. ولد والله اني مرتعب من ذا المكان. ايش ده؟ هذه لعبه رعب صارت الان. اعوذ بالله شباب اعوذ بالله. ها هناك هناك كفو هناك. ريفيليو ما في شيء خلاص والله خلاص. هناك هناك في شيء جالس يلمع بالارض والله. هذا هذا استكشاف. هلا والله ايش صار؟ لوموس. اه في حد تحت هنا. هذا ما يشوف شيء هذا شباب. هذا بروفيسور انا اعلمك ولا تعلمني؟ هنا في تمثال انت مو شايفه احول هنا. ريفيليو اوه طلعت. اوه مو مناسبه شباب مو مناسبه شباب. اه الضوء
تعويذة لوماس، كفو تعويذة جديدة اسمها لوماس شباب. اوكي نايس وان، ليتس جو يا مام كانو نتعلم هذه التعويذة الان. ليتس جو، الحق بسرعة. اوكي نايس وان، هذه تعويذة لوماس شباب. اي زر هي لوماس الان؟ طب حصلت تعويذة النور. اوكي لازم نسويها ب اوكي نايس تمام، بسم الله تعويذة لوماس. اوكي شباب شوف الان تعويذة الضوء صارت معي. ليتس جو، شوف هي تلحق الضوء الان، فبكل اختصار راح اجي واثبتها هنا شايفين. بس لا بس كذا، بس كذا كذا بالضبط. يلا اطلع. صح صح يا مدير، صح صح كفو. الله 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 ايش صار، يخرب بيت المسخه. او ماي جاد، لا تقول لي او شيت، دريتني ما سويتها. يا ساتر ايش هذا، ول 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 اي وات هي ورا ايش ذا، والله بيذبحوني والله. اكيو ابلع، كفو 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 كفو، سوي كفو يا التعويذات كفو. ايش لد يا مدير، ايش والله بساعدك بساعدك، كيف اساعد الان؟ ها ابلع ابلع ذي والله. سوي درع سوي درع اذا صار ما صار. اوكي نايس نايس، توني انتبه شباب لازم تسوي درع. والله اني جايب ام العيد كنت والله. اوكي اوكي خلاص ايزي الان. اوف واخيرا واخيرا، هي ما اشوف شيء. اوكي استخدم استخدم اللومس هذه. يب وين راح البروفيسور؟ راح هناك هناك شباب هناك هناك. المهم شباب وصلنا الى المكان اللي لازم نوصل له الان. تراررام، السلام عليكم بمملكة مام كالو الان، مملكة الاحلام، العالم المفتوح هذا الاسطوري. يا الله العالم يا ربي، يو المنظر كم راح يطلع اسطوري عند الصباح الباكر. هذه هي يا جماعة الخير المملكة، مملكة هوغوارت يا حبيبي، وهذه ابتداء وتشويقة اللعبة عندنا لليوم يا جماعة. يا الله يا العالم يا ربي شباب، وصلنا إلى المكان وأخيرا. سلام عليكم. ها في مراسم الآن، مراسم ايش هذه بالتحديد الآن؟ مراسم الفرز يا جماعة، أتوقع فرز السحرة وهذه الأمور الآن. أوه راح يغير ملابسي، غير ملابسي، كفو. الآن أحتاج دراسة هذا. اوكي ايوه نعم انا جاهز انا جاهز انا فل جاهز انا ريدي ليتس جو شباب. دخلنا الان الى الحشد الان. يو الان شباب راح نختار الاشياء المناسبه الان للسحر وهذه الامور. يا ساتر، مثل ما تعرفون قلت لكم انا انضميت الى مدرسه تعليم السحر، فالان جالسين يسوي فرز لهذه الامور، يعني كل واحد ياخذ الخواص المناسب هذه الامور. هذا المدير شباب، جاء المدير ولي مدير المدرسه. انتهت انتهت يقول لك اوه انتهت المراسم. لا يا ولد خلاص تمام تمام، راح الحق بسرعه شباب، خبرني ادخل بسرعه. اذا كنت محظوظ راح نخليك تسويها يعني الان. هلا والله يا حبيبي، هلا والله. او ماي جاد، هذه نفس بهاري بوتر موجوده ذا يا جماعه. هلا والله انا جيت عشان انضم الان. يلا عطني يا مدير عطني، جيت في الوقت المناسب تماما. هلا والله والله انتك لطيفة والله، هذاك خبرني الوقت مضى يعني ما ادري عنك. ايوه العب يا مدير القبعة المناسبة، العب. هلا والله. طيب ايش راح اسوي الان انا؟ القرار راح يكون صعب الان. تفصيلات تحيزات توقعات معينة، لا يمكنني الانتظار حتى تبدا الدراسة، اتطلع لبدء الاستكشاف. لا يمكنني انتظر حتى هذا نكذب شوي يعني. كفو اللي تتعلمه داخل هنا يمديك تطبقه خارج هنا يعني. ايش جوابك الان انا؟ اللي انا اشعر شيء بداخلك ايش هو بالتحديد؟ الجرأة، الفضول، الوفاء، الطموح. راح اقول له انا الجرأة، انا جريء، خذ الجرأة، استمتع بالمغامرة. يا نعم انا جريء الان. اوكي شباب شوفوا، انا الان لازم اختار مدرسة ما، فشوف في مدرسة اسمها مدرسة جريفندور عرضها علي. طيب اختيار منزل مختلف، ايش في عندنا منازل ثانية؟ عندنا هذول اوكي؟ عندنا هذا المنزل ايضا، منزل هافل باف، معروف بالصبر والولاء والعمل الجاد. عندك هذا منزل سليذرين، معروف بالدهاء والطموح والتعطش للسلطة. وعندك هذا منزل رايفن كلو، المعروف بالذكاء والإبداع والفطنة. ها أنا الآن احترت، جراءة والشجاعة، مع أنه شكل هذه عجبتني أكثر. ف ما أدري شاب، شكل الأفعى عجبتني أكثر من ذي، بس أنا أتوقع بما أنه سألني وأنا قلت جرأة فهذه تمثلني بالحقيقة. ترى أنا أحب كذا، خياري راح يروح مع ذي يا جماعة. ليتس جو، بما أني اخترت معاه راح أختار قبول المنزل. يا رب يكون خيار موفق، إذا لا يمدينا غيره بعدين يا رب يا جماعة. ليتس جو اخترنا الآن، نتوكل الآن. تصفيقات يا مام كالو، مام كالو صار الآن من جريفندور، جريفندور يا ولد جريفندور. شكرا لكم، شكرا شكرا، ثانك يو ثانك يو. شكرا أصدقائي في الجامعة هنا معنا. هذا المدير الكريه، المدير المزعج يا جماعه، ليش يعطيك اخبار سيئه؟ نحن لغينا كذا ومدري ايه، ولد روح سري بس.
طيب ايش نسوي يعني الان؟ نقوم يعني الان خلاص امنا يا جماعه، امه خلاص كل واحد على مكان الان، روح بسرعه لك عندكم اشياء كثير تسوى قبل بكره خلاص. اوه توديني الغرفه المشتركه شباب، كفو وديني الغرفه. هلا والله راح توديني الغرفه اللي فيها الطلاب كلهم تقريبا، يعني غرفه مشتركه ترى يعني. طيب بسم الله خلينا نشوف. انا بديت فورا من السنه الخامسه يعني. الغرفه الخاصه بالجرأة والشجاعة هذه المره غرفه جريفند. باسورد باسورد كلمه سر، كلمه سر ايش من هذه بعدين؟ الباسورد از غراتا دومم. كلمه سر غراتا دومم. غراتا دومم غراتا دومم. اوكي يو مي انت اي كلمه سر غراتا دومم كل مره بقولها عشان تدخلني. حسبي الله والله مشكلة دي. اذهب ونام جيدا فلديك يوم حافل. اوكي شباب. اوه راح توديني الصف الاول بكرة. ليتس جو والله اني متحمس شباب للصف الاول. وربي على رحمة. اوكي نايس. كفو شباب تقول لي خليك متحمس لبكرة، عندنا يوم شاق واسطوري. هلا والله يا مدير، انا والله انا رحت وريحت الان بشكل كافي، وعلى ما يبدو ان الصباح اتى يا جماعة الخير. صباح الخير، صباح النور يا جماعة الخير. الآن هلا والله الكل راح. والله يو الله يا غرفتي، هذه غرفتي شباب، غرفة جريفندو هذه أتوقع يا جماعة الخير. نايس ون يا حبيبي، نايس. والله بستكشف المكان أكثر. ما في شيء ريفاليو؟ والله ما في. أوكي شباب ما علينا. طيب فلنذهب ونستكشف المكان الثاني. أتوقع لسه اللوموس معي. لوموس معي. ليتس جو اللوموس معي شباب الريفاليو. أوكي راح نحفظهم الآن. طيب شباب مشينا من هذا الباب الآن. سلام عليكم يا مدير. والله انا منبهر من انريل انجن 4 بشكل. اي طريق الى الغرفه؟ اي والله اي طريق شباب، والله في طرق كثير. ايه وات ايش ده؟ شوف نايس والله. بل 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 هذا يتزحلط من هنا. انا والله اي هذا الشيء يتحرك. ايش في توجعك الان حبيبي؟ وحده ريفاليو الان؟ ما في شيء. اوكي اتوقع ما في شيء هنا اصلا، ما يمدينا نشوف شيء هنا يا جماعه. وين لازم نروح الان؟ والا والله سويت ريفاليو وداني المكان اللي تحت. هنا في عندنا شغله. اح شباب هنا في عندنا شغله، لازم نستكشف ايش هذه. يا ساتر هنا عندنا صندوق كمان. قفل المستوى مقفول، هذا يبي له كلمة سر من ذا اتوقع كمان. يا الله يا كلمات السر الان. تعال شباب ننزل لتحت ونستكشف ايش الطلاب يسوون في هذا المكان. اوكي ايش هذه؟ اي هني لفها شباب. ليتس جو مدير لفها الان. تعريف كريسيدا بنفسك، تعريف جارث بنفسك، تعريف نيلي بنفسك. ليتس جو. هذه ايش هذه الان؟ يمديني اكل فاكهه من هنا اتوقع. هات لك فاكهه الان. يب والله يمديني اكل فاكهه تفاح الان. هذا من هذا شباب؟ تعال نتعرف على ذا. تحدث. هذا جارث ويزلي يا جماعه. تعال شباب انا اصرف له نقول له شكرا كان من الراعي مقابلتك. يعطيك العافيه مع السلامه. من الراعي؟ يلا مع السلامه. عندنا اثنين التقي فيهم الان، مو فاضيلك الان. يلا مع السلامه، عندي اثنين لسه التقي فيهم قبل لا اتعرف شباب. لف واحده من هنا مشينا الان. هذا كرسيده اتوقع. تعال لف هذه كمان. ايش هذه؟ اوه شوف هذا الاشكال الحلوين لما يلفون والله. كريسيدا هذه يب. ايش تسوي كريسيدا في هذا المكان؟ التحدث. اوكي كريسيدا قلت لك ما ادري ايش اسوي خطا. شباب في كلمه انا ما فهمت لها، هل صحيح انك تتلمذت؟ تتلمذت الان ليش بالعربي تتلمذت؟ يعني انت يعني درست على يد الاستاذ؟ نعم درست معه الان. خلينا نقول تحتاجين تطوير مهاراتك نوعا ما يعني الان. استخدمي باكثر سلاسه الان. ايوه اي والله حق علي والله. تمام حاولي 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 بالتوفيق. يلا مع السلامه. جيت اساعدها تقول لي ما ابي مساعدتك. مع السلامه قلت لك. يلا يلا مع السلامه. هذه وقحه بزياده، ما حبيتك ابدا. يا يا على الوقاحه يا شباب. قلت لها بساعدك، تقول لي انا سويت اصعب منهم. انت ما عليك، مو من يدي السلسه هذه، مو من يدي. سويها سويها بس بشوف بضحك عليك الان. سويها مره. ها يمديك تسويها ولا ما يمديك تسويها الان؟ ساعتين تقريبا بذاك الدفتر، كان يمديني اساعدك. ما حبيت اساعدك، تستاهلين. يلا مع السلامة والله مع السلامة. لف هذه يا مدير بطريقك الآن. يخرب بيتك شلون أوصل لك أنت إلى هناك؟ شباب هذه شلون طلعت هنا؟ دقيقة شوي يمديني أطلع من هنا أنا. يا نيلي شلون أجيك يا نيلي؟ هذه شلون طلعت للأعلى؟ والله ما أدري والله. تحدث نيلي. هذه نيلي مو هذيك اللي بالأعلى. هذه إيش أجل؟ تعالوا هذه أيضا يا جماعة نصرف لها شويتين، عندنا أمور نسويها يعني. ما أبي أضيع وقت أنا وأثرثر الآن. مع السلامة يلا. نبي نروح نتعلم نقول هادي بادي كرومبي زبادي كذا، نطلق تعويذات سحر الآن. أوه هذه إيش هذه؟ ايوه الله قفا. هي وخر عصايتك من وجهي انت يا حبيبي، مو شايفني انا هنا؟ وخر عصايتك الان. ما في شيء هنا يمديني استكشفه اسرقه اي شيء الان. صندوق سري سحري ما في والله. اوكي شباب ليتس جو نروح. اتوقع في حد ينتظرني بالخارج، انا لازم اروح الان. اي بسم الله فجأة. اي خربتك الان. بدأ يومك الاول. هذا اليوم الاول شباب، هذا اليوم الاول. وات ايش هذه شباب؟ هذا ايش هذا؟ اللي جالس يطير. ول طيب ايش اسوي الان؟ اي
عطتني دفتر. كفو يا الدفتر. دفتر هوغوارد يا جماعة كفو. العب. ايش ده؟ ول 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 ول. شايفين دليل ميدان السحر. اوكي نايس راح يمديني اتعلم من هذا الكتاب. او ماي جاد شايف تقولي الحقني وراح نختبرك الان. فورا الان باول يوم ما درست لسه. يصير خير يا جماعه يصير خير والله ضحكوا علي والله شباب هذه طلعت الان تختبرني فورا. طيب الان اعطيني كتاب وجالس الان تمنيني فيه خذي الكتاب حطيه بعينك الان. لنواصل مشينا يلا يا مشينا يا رب ها ها احتنين احتنين ها انزل الان. اوف هذا ايش في هذه اللوحه هذا والله هذا راح فيها شباب هذا يخرب بيت المسخ. ايه بسم الله ركض فورا. ريفيليو هذه لعبتي هذه ريفيليو ليتس جو. ايوه خذ هذه الان. ايش هذه الان بالتحديد؟ شباب يقول لك هذا مثال على التعويذ الخطا هو لفظ السين بدل فاء ورسما هذا على صدره الان فورا يقول لك وجدها على صدره الان جاموس. يخربت المسخره. لا لا ما بيصير لك كذا انا ارجوكم لا والله ارجوكم لا 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 لا. اوكي هذا الكتاب صار فيه شغله جديده الكتاب. نايس والله هذا الكتاب شباب. ديني اختار هذه نختار هذه الان. تمام ابشر ابشر يمديني اشوف هذول كمان ولا لا؟ ريفيليو هذه كمان ما في هذه الا لوحه ما في تفسير لها؟ ما في تفسير لها اوكي. معلش معلش والله كنت اشوف اذا في لها تفسير والله ماني دخل. اوه قطه اسطوريه والله ذي. دايم نايس ون والله. يلا مشينا سوري سوري والله سوري. اعوذ بالله ايش ذا الصوت ول ول ول. والله اسف انا اتوقع اني انشغل بزياده راح تطردني من المدرسه الان. شايفين ليس هناك وقت لنضيع الان. طيب يلا مشينا. طيب لازم نروح الان ونسوي اول مهمه لنا على بعد هذه اتوقع اذا فتحت الباب هنا راح تشوفون العجب والله اعلم. فكي الان الباب معنا. اوه اي هذه فكت الباب فورا والله. السلام عليكم ابي افك ذا الباب. ايوه شباب شوفوا المكان هنا ضباب وحركات واشياء والله دايم والله. لازم نروح نسوي اول مهمه لنا في هذا المكان اظن. اه لازم اطلع بالاعلى اخذ درسي الاول بالاعلى. اوكي نايس. طيب مشينا مشينا نشوف ايش درسنا الان ونعطي واحده لفه هنا كمان يا مكان. هذا حاطين مدري ايش منظر هنا في هذا المكان بس والله ديم والله. اوكي شباب هذا هو بدء المهمه الان هنا. المهمه الاولى شباب راح تكون معنا هنا تمام ودي اني اسويها والله متحمس جدا الان. فليتس جو نشوف ايش عندنا الان. هلا والله يا مكان. اوه اها كفو اجلد. ايوه يتدربون على بعض الان. يا ساتر بول 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 بول. هذا كل ما لديك الان خذ هذه. اح لا 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 تطيح عليك الان. يو perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year. والله لولا هذه كانت نزلت على مخك ورحت فيها الان. ايوه ايش راح تسوي فيها؟ رجعتها مكانها. لا قوية ذي والله ابي هذه الخاصية شباب ابي هذه الخاصية ابي. شوف الان تعطينا درس شباب سنراجع اليوم تعويذات كفو. ليفيوسو اسم التعويذة يا جماعة ليفيوسو ليفيوسو كفو. بول بول بول. شوف شوف نايس والله تعويذة تخليك تطلع وترجعك مكانك يعني. Especially in the heat of battle. Okay. Practice what we've learned. تمام كويس يلا. رح نبدأ بشيء صغير يا جماعة. رح نبدأ بشيء صغير. أوكي رح نبدأ بهذه. والله بتعلمها والله الآن. Nice one. Okay nice. تعلمت ليفيوسو. ليفيوسو شباب ليفيوسو. ها. Let's try something a little larger. أكبر قليلاً. أوكي. طيب مثل إيش أكبر قليلاً؟ أوه هذا كله بالكامل. لا 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 كل شيء شباب با والله مستحيل والله. ها اجرب. اوكي شباب راح نجرب الان. حرجتني والله امام الكل الان. طيب ممكانو العصا السحريه ممكانو. تمام اوكي يلا بسم الله. لا مو هذه مو هذه. تفادت الدم. اوه والله تفادت والله. هذه المره اوكي اول شيء لفيوسو يا جماعه الخير. لفيوسو واطلقوا عليه الان. نايس كفو. اذا كان شيء محمي نطلعه وبعدين نخبزه خبز. Very good. But the best way to practice is by duel. مبارزة. اوه مبارزة. لا راح نتبارز مع بعض. اوه ماي جاد راح نتبارز مع بعض. ايوه كفو. معركة. يا ساتر. يلا راح نبدا الان شباب. معركة ضدي وضده الان. توقعاتك من راح يكسب الان. نعطيه واحدة كذا. ابلع ذي ما يمديك ما يمديك ابلع. خذ واحدة خذ هذه خذ هذه خذ هذه خذ هذه خذ هذه وخذ هذه. ايش راح تسوي الان؟ ها ها اعطي خذ ذي. ايزي ولد طيحته شباب طيحته برا مع السلامة. يلا جي جي ممكن له الملك.
مستواك جيد انت مبتدئ، انت المبتدئ ورع. شكرا لك شكرا لك والله شباب، تهنئني تقول لي انا مبدعه منبهره من ادائك الخيالي، ما توقعت انك تحمي نفسك بسهوله يعني. صار عندي الان شباب ريفيليو وعندي لوموس وعندي ايضا هذه اللي كانت ايش اسمها؟ لفيوسو لفيوسو يب. لفيوسو الان نعطي واحده لفيوسو الذي ما يمدينا نعلي ذي واحد ذي لفيوسو الذي طيب اجل ما يمدينا نعلي هذه. ليش اضغط اف على هذول يعني؟ نفس قوي عمل جيد او كفو والله. اوه ماي جاد شباب الكل خايف مني الان، شوف شوف اواجههم شباب ما يبون. اوه ماي جاد ما حد يبي يواجهني، لا اريد المبارزة. اوه ماي الكل خايف مني قسم بالله شباب. تبي تبارزني مرة ثانية انت الان؟ والله ما في غيرك الان. ها اوه كفو والله، في مبارزة غير مصرح بها شباب يبيني اشارك فيها الان يعني. والله انه مثير الاهتمام، انا بما اني داخل الجرأة وهذه الامور مثير. اخبرته اي نعم حطني باللستة وقال لي اوكي ابشر لما تصير مبارزة راح اعطيك، راح نخبرك الان راح نروح نشارك فيها انا وانت يعني مع بعض. فشي جدا اسطوري ربي. الان لازم نروح الى صف التعويذات يا جماعة، ذهب الى صف التعويذات. اها اوكي ليتس جو، خلينا نطلع للاعلى الان ونروح الى الصف نشوف ايش عندنا الصف. يا ساتر والله في ناس اشكال غريبة الاطوار في ذا المكان والله شباب. اي شوف هذا جاي يسوي. والله شباب المدرسة هذه غريبة نوعا ما، وربي مدرسة اسطورية تحصل ناس غريبين الاطوار. فين الصف اللي عندي انا هنا؟ المفروض صفي يكون صاير لسه بالاعلى. وين لسه اطلع؟ ليش فيني اطلع لسه بالاعلى؟ والله ما ادري بس اظن هو في عندنا قطة هنا، ما نبي قطة. من هنا اهم نطلع من هنا. اوكي ول 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 ايش دول جول شباب؟ شوف 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 يتشاجرون مع بعض الارواح، ارواح اللي هنا. لا اه لسه بالاعلى كمان. يو والله الصف صار بالاعلى الاعلى شباب. ايش ده والله كثير اعلى. هنا هنا شباب المهمه. ليتس جو ليتس جو شباب. انا فين جيت الان؟ هلا والله جينا الصف شباب، هذا هو الصف الان. ليتس جو. وين المدير؟ راح يبدا الصف شباب، لازم اجلس الان. وين مقعد؟ اه عنده عنده الان عند هذه. هذه بنت يب، هذه بنت. هلا I am ناتي هذا اسمها. So you are the new student. طالب الجديد والله. Have you met Professor Ronan yet? من هذا؟ Shall we begin? اي هذا بروفيسور جاء والله. Welcome to year 5 of chant. Now this will be a crucial year. شباب درسنا الاول ليتس جو عند البروفيسور. هلا والله. اوكي خلينا نشوف. I am confident that we will take hold with a passion and rigor requisite. كفو شد انا جاهز والله. Now everyone please open افتح الكتب to page 517. But before we begin can anyone here tell me the difference تعويذ التغيير اللون ون... of the color change and growth charms anyone anyone انا 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 I am afraid it is too late to study now. اه اخذ الكتاب مني كنت بغش والله. اوه طيب مو مشكلة عادي اصلا ما نعرف شيء احنا نحن هنا عشان ندرس. اي والله يلا ورينا. اوه ماي جاد نايس. اوه ماي جاد شباب راح نوقف كل واحد بوجهه الثاني وراح نحاول ننقل الكتاب من مكان لاخر او شيء من كذا يعني اتوقع. فليتس جو نتعلم هذه خاصية الالقاء مثل ما يقولون الان. ليتس جو ليتس جو ليتس جو شباب ليتس جو. تعلمنا هذه الخاصية ليتس جو ايش اسمها؟ اكيو. خاصية اكيو اوكي؟ طيب اكيو عطني الكتاب كفو. ليس سيئا you are a swift يا لها من سرعه في تعلم كفو. طبعا ايش ما حسب نايس والله كفو شباب كل درس كل حصه تتعلم خاصيه والله شيء خرافي. تعلمنا اكيو يا جماعه اكيو. الله ايش راح اسوي باكيو الان؟ ايش راح اسوي بخاصيه اكيو يا جماعه؟ يو طلعنا برا كفو والله شباب راح نسوي الاشياء برا الان. هلا والله ايوه رياضه يا ساتر ايش هذا؟ بول 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 اي وات انا راح ابدا كل شيء انا راح ابدا بالبدايه عمي يلا ايزي ايزي ما علينا. طيب احم احم راح نسوي الان شباب الخاصيه تبعنا اللي هي اكيو اوكي؟ اكيو ايزي جيبها الان وقف نزلتها اكيو تمام تمام ايزي لعبتي والله. اكيو تعال هنا اكيو اسحبها جيبها الان. صفقوا لي شباب صفقوا لي صفقوا لي ترارارا اكيو جيبها الان معنا امام كالو بس خلاص خلص ايزي لعبتي والله.
كفو. منافسة ودية. لا. Would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Oh my god, شباب لازم الان نسوي مبارزة ودية مع هذا مع احد. اوكي. انا ازرق شباب وهي احمر، لازم اسحب. يلا انا ريدي. انا ازرق هي احمر، انا ازرق. ما يمديني انا. متى دوري طيب؟ ولو الو. اه 50. اوه لازم اقربها طلع. اوه ماي جاد هذه صعبه شباب، هذه صعبه والله. يمديني اتحكم فيها ولد، والله صعبه مره ذي. طيب بسم الله. وقف وقف وقفت. كفو 50. لا تنزلي لا تنزلي. ليتس جو ليتس جو. 50. اوكي خليني ابعد شويتين عنها الان. ها كم راح تجيبين الان؟ كمان 50. يا رب تطيح يا رب تطيح. والله جابت 50. والله شباب انها مبدعه والله. طبعا تدري ايش راح اجيب هذه الان من هنا؟ نحم حم. طيب راح اجيب هذه الان. تعال الان هنا اتركها. لا فشلت نفسي. لا يا ولد لا 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 الفضيحه. فضيحه والله. يا رب انها تطيح تبعها. يا رب لا تسويها كثير لا تسويها كثير لا تسوي. مبدعه بشكل ذي المعفنه والله. عوافي عوافي شباب. ما يمديني اخرب لها اياها. اطيح لها الاثنين. بطيح لها الاثنين شباب الان. اوكي ليتس جو نلعب على هذه الحاله. تعال 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 بطيح لها الاثنين شباب. خلاص ها ما تنحسب لي ذي غشيت. ها صفر. فازت علي شباب فازت علي. يخربت الفضيحه بنت فازت علي والله والله انفضحت. اكثر تشويقا كفو. طيب تمام ايش راح يسوي الان؟ ايش سوى؟ اه اوه ماي جاد صعبها اكثر. طيب حلو 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 حلو. هذه يقول لك ما حد يمديه يكسرها ابدا شباب ابدا. اوكي تمام تمام بدون ثرثرة والله ما راح ثرثر. اوكي اوكي انا راح ادرسها. خلينا نشوف شباب خلينا نشوف. اه خلينا نشوف تمام جابتها هي الان مع العقب. كفو ابلعي يلا. هي تمشي لسه من جديد والله. ايش ذا الغش؟ والله غش ترى ما ينفع كذا والله ما ينفع. دوري انا الان تمام حلو كثير. انا كيف اعرف متى اوقفها طيب الان؟ ليتس جو جيبها الان جيبها 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 الان. اترك وقف وقف ارجوك وقفي. كفو ليتس جو يلا. ها ليتس جو مان ليتس جو مان. اجلدك الان جلد الان. يا رب ان هذيك تجيك الان تجيك تجيك تجيك. يا حرام قهر. ايوه كمان بتجيب 50 ايزي هذه والله مو طبيعيه ذي والله مو طبيعيه ذي والله شباب. صارت 80. يابا انا لسه هذه اه هذه صعبه شويتين عليه. بجيب الان جيبها الان جيبها 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 جيبها. اترك لا 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 ما جيبها. اوه ماي جاد من ما انتركت معي والله شباب. ديم والله والله صعبه. نسيت اني اتركها نسيت اني اتركها والله اني نسيت والله. يا رب انها تروح بعيد يا رب انها تروح بعيد. كفو ليتس جو. اوكي نايس نايس نايس. اوكي لازم اركز بدي اجل. صفر يلا ممكالو فرصتك الان تجيب 100 ممكالو. هذه هي ما عليك لو انك ممكالو والله فرصتك ممكالو. اسحبها ممكالو اسحبها. اترك لا كمل اكثر. اوكي فزت 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 ما لي دخل فزت فزت. انا يعتبر اني فزت صح؟ لا جبنا نفس الشيء 80 80. تعادل شباب تعادل. الله بس لو اني كنت جاب على الزرق انا. يا اخي والله بيض صعبه والله انه صعبه. خلاص شكرا شكرا لك. على الاقل تعادلت معها يعني ايزي شباب على الاقل ما خسرت تعادلت يعني. فنايس والله خلص الدرس معنا. يمدينا نخلي الصف ونطلع يا جماعه الخير الان بكل رحبة صدر يعني مثل ما يقولون. فالسلام عليكم. هلا والله. يب انا والله انا الطالب الجديد الكل يرحب فيني هنا شباب والله مره اسطوري والله. حلو كثير كذا يكون عندك ترحيب خيالي من الجميع. شباب انا بحاول انزل لتحت شويتين كذا. هذا الباب ايش هذا الباب يفتح؟ اوه الحمامات والله دايم شباب والله في حمامات هنا. احلى شيء الابواب كلها تنفتح ايزي معك في اي مكان. طبعا راح انزل اكثر لتحت اتوقع المكان صاير تحت يا جماعه والله اعلم. يب المكان لسه كمان تحت. ما ادري ايش كل ذا تحت اتوقع كذا والله ما ادري والله. خلينا نستكشف يا جماعه انا وين رايح الان بالتحديد والله ما ادري. اركض اخوي عمر اركض اركض ودينا لتحت الان. ابي انزل لتحت لتحت اشوف ايش في تحت. يب هذا هو المكان هنا. ابي اطلع من هنا. الله طلعت لبرا كفو. شباب طلعت لبرا مو علشان شيء بس عشان اخبركم. شكرا لكم على متابعتكم لهذا المقطع والحلقه الاولى من مغامرات ممكالو في مكتبه السحر والشعوذه وهذه الامور يعني. هذه راح تكون سلسله مستمره بالقناه بناء على دعمكم عليها يا جماعه. لذلك لا تقصرون تنشرون المقطع وتسوون لايكات كثيره مره وتسوون هذه الامور يعني. راح اعتمد عليكم يا جماعه الخير. ترقبوا المقطع القادم باسرع وقت ممكن. راح نكمل السحر والشعوذه ونتعلم اشياء كثيره ولما لا نحصل على المكنسه الطائره كمان ايضا. شكرا جدا لكم يا جماعه الخير. كان معكم محمود من قناة ممكالو. السلام عليكم في امان الله.